لا كوري ولا بطيخ ولا اندومي نووي ولا هم يحزنون. افوز بهذا التحدي طلبته من عدي واخسر به. السلام عليكم ابطالي ابراز، رجعت لكم بفيديو جديد وتحدي جديد، والتحدي اليوم مثل ما طلبتوا من عندي بالتعليقات سوي تحدي الاندوم الكوري الحار. واليوم طبعا مثل ما جاي تشوفون جبت هذا الشيس الكامل، السيت الكامل من الاندوم الكوري اكس 2 اللي حرارته ضعف حراره الاندومي الكوري الاصدار القديم. طبعا يا ابطال مثل ما طلبتوا من عندي بالتعليقات، واليوم انا بناء على طلبكم جبت هذا الاندومي وراح اسوي هذا التحدي وراح ادخل بهذا التحدي الصعب. الكل يعرف الاندومي الكوري حرارته لحد الان هي اكثر حراره بالعالم، يعني ماكو اندومي ينافس هذا الاندومي بالحراره. ما اعرف شلون صراحه راح اقدر اكمل هذا التحدي، واليوم ما راح اكل لا وحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، راح اكل سيت كامل من هذا الاندومي الحارق القاتل. وخلوني اجهز هذا الاندومي وما احب اضيع اي وقت. وصلوا لهذا الفيديو 15000 لايك يا ابطال، وانتم قدها وتقدرون تسوون هذا الشيء. اشكركم طبعا على التفاعل الرائع والاكثر من رائع على الفيديو السابق، طبعا طلبت منكم 10000 لايك وصلتوا لنا 12000 لايك، شكرا جزيلا يا ابطال. خلوني احضر هذا الاندومي، وعندي هنا الماي الحار مثل ما جاي تشوفون، ماي يفور لان هنا بالتعليمات كاتبين لازم تفور اقل شيء 3 دقائق. التشيس مال الاندومي كبير مو مثل الاندومي العادية، طبعا الاندومي العادية راح اسوي لكم مقارنة سريعة، هاي الاندومي العادية شوفوا الحجم الفرق بين الحجم. خلونا ندخل بالتحدي يا ابطال، وخلوني افرغ الاندومي بالماء الحار. هاي وحدة وشوفوا هذا الصاص مالها الحار القاتل البركاني، شوفوا التشيس مالها شكبرة. طبعا اليوم راح احاول احطم كل الارقام القياسيه، يعني هاي الاندومي واحد ياكلها وحده وما يكملها من الحراره مالتها، وراح تشوفون هسه شو راح تكون رده فعلي. في حال الفشل اذا ما قدرت اكمل هذا السيت كامل من الاندومي اللي بيه 5 اكياس راح يكون اكو عقاب، تعرفون دائما في حال الخساره اكو عقابات. طبعا هاي المره يا ابطال العقاب انتم راح تختارونه، اذا خسرت كتبوا لي بالتعليقات واكثر عقاب ياخذ اكثر عدد لايكات راح اسويه بالفيديو الجاي، بس خلي عقاباتكم تكون عقلانيه يا ابطال، يعني لا خفيفه كلش ولا قويه كلش، يعني عقابات وسط. واو كمية كلش كبيرة طبعا، وبدأت تستوي الاندومي يا ابطال، خلوني اصفيها من الماي. واو وهسه اجى وقت الصاص يا ابطال، 1 2 3 4 5 وهاي التوابل 5، خلوني ابدي اضيفهن. واو هذا 1، هذا الثاني طبعا حرارته، وهذا الثالث، وهذا الرابع. كل شيء قدامكم على المباشر يا ابطال مثل ما جاي تشوفون، وهذا الخامس. طبعا ضقت شوي من عنده دمرت صراحة، تحدي كلش صعب. وهسه نضيف التوابل، خلوني هسه اخبطها يا ابطال مثل ما جاي تشوفون الكمية، ريحتها تدمر. شلعد من اكلها شلون؟
ثانيها شوي تبرد لان حاره كلش حاره من الماي الحار. جبت وياي حليب وماي للضروره، انا راح احاول اكمل هذا التحدي بدون ما استخدم الماي ولا الحليب، بس جبتهم للضروره فقط. خلوني ابدي بسم الله وبس الله يستر من هذا التحدي. طبعا تحدي ما اقدر اقول لكم شنو صعوبة هذا التحدي، تحدي كلش صعب يا ابطال، مو وحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة، خمسة. طبعا احاول اكمل هذا التحدي بوقت قياسي، الحرارة تموت، دبرت يا ابطال، احس بعدتي تريد تنفجر، تريد تطلع شول الجبل ويطلع البركان، اريد يطلع من حلق البركان ومن خشمي، نفسي صار كلش حار وبعدتي احس حرارة وصدري بتروس حرارة يا ابطال، بس ما اشرب الحليب. صدقتوا انتوا ما استسلم بهذا التحدي واكمله بالكامل وافوز بهذا التحدي. لابس علم العراق يا ابطال، تعرفون شو يعني؟ يعني افوز بهذا التحدي، لا كوري ولا بطيخ ولا اندومي نووي ولا هم يحزنون، افوز بهذا التحدي. طلبتوه من عدي واخسر بيه؟
باقيت لي اخر لقبه اكلها وافوز بالتحدي. اجتاز هذا التحدي بنجاح. لا تنسوا يا ابطال امير بروز الدعبود القلاف، شاركوا هذا المقطع. وضع كلش صعب بس قدرت افوز. هسه وانا ما خلصت التحدي اقدر اشرب الحليب. ومثل ما شفتوا يا ابطال امير بروز قدرت افوز بهذا التحدي الصعب والعملاق والعنيف. طبعا اكلت سيت كامل من الاندومي الكوري الحار الاكثر حراره بالعالم اكس 2. ولا تنسون دعم القناه، لايك واشتراك، وشاركوا هذا المقطع ويا اصدقائكم. التقيكم بالتحدي القادم وتحدي اصعب وعقاب اصعب. مع السلامه.